نفهم ايش اللي بيحصل. هل هو انتعاش بسبب ما جرى في فلسطين، ام هو تفجر اخر للاحتقان الموجود في داخل المجتمع العراقي؟ يعني هو يمكن الأستاذ صباح يعني عنده تفاصيل، ولكن أنا اسمحوا لي أبدأ أقول بأنه إحنا الآن تقريبا صار سنة ونص في حراك شبابي عابر لل يعني إلى حد كبير، خلنا نقول عابر للأحزاب، عابر للطائفية، عابر للحقيقة الحالة يعني الفاشلة التي طغت على الساحة العراقية خلال 18 سنة، وسميت هي بعنوان الشهر الذي بدأت فيه هو تشرين، فهي الثورة التشرينية، وهذه فيها مجاميع مختلفة وتكتلات مختلفة، وحاولوا السياسيين يدخلون عليها ويستثمروها كحركة شارع مهمة وملاحظة ومؤثرة، وحاولوا الحشد والميليشيات والمسلحين أنه يقمعوها ويسكتوها واغتالوا عدد من نشطائها وما شابه. فهذه كل فترة يعني تنشط لقضية معينة، تستثمر قضية معينة وحدث معين فتنشط ويصير في نوع من التحشيد والتحفيز وما شابه، ثم بعد ذلك ربما تهدأ لعدة اعتبارات. ولكن خلال الفترة الأخيرة وبعد الإعلان عن الانتخابات المبكرة بعد حوالي 5 شهور، يعني صار في نشاط جديد لهذا الحراك، بأنه إحنا يعني وبعدين يعني إلى متى يبقى هذا الفشل، وننتقل من شخص إلى شخص إلى شخص، والنظام السياسي يعني هو الإشكال وما في حلول. فالذي حصل هو أنه مؤخرا تم اغتيال واحد من وجوه هذا الحراك في كربلاء، ووضح أنه هي على يد نفس الميليشيات ونفس الحاجة، يعني ما هو أمر مستغرب، أصبح أمر اعتيادي للأسف الشديد. فدعي يوم أمس أو يوم أول أمس الحقيقة يوم 25 بالشهر، دعي إلى تظاهرة جماهيرية كبيرة في وسط بغداد، وبالفعل حضر عدة عشرات من الآلاف، ربما تجاوزوا 100,000 أو 150,000، كان يعني حشد كبير ومنظر مهيب. وجاء على إثر بالمناسبة قبل 10 أيام تظاهرة كبيرة جدا لأجل فلسطين أيضا قامت في وسط بغداد، يعني أيضا صار في نوع من التنسيق هذه طبعا أيضا قمعت هذه المظاهرة يوم 25، رغم أنها كانت سلمية، يعني الناس كانت حتى تتونس، أسر نزلت، عوائل نزلت، أطفال نزلوا وكذا، لكنها أيضا في لحظة ما ولسبب غير معروف هاجموها رجال الأمن، وأيضا قتلوا شخص يقال صار عدد القتلى 2، وجرحوا عشرات، ونحن في دوامة الآن. يعني تم التداعي إلى وقفات احتجاجية في مختلف دول العالم لأجل التنبيه أن الذي يجري في العراق أمر في غاية الخطورة، ليس فقط على العراق والعراقيين لأنهم هم يعني صار لهم 18 سنة في المعمعة هذه، إنما تداعياته على المنطقة بشكل كامل. يعني الحقيقة يعني إحنا خلنا نتكلم بشكل واضح وحتى نجي من الأخير، يعني إيران تعتبر العراق الباحة الأمامية لها، ومن خلال العراق يعني أرض محروقة، وإيران تمارس فيها الانطلاق نحو دمشق وصنعاء وبيروت وغيرها من العواصم، والعراقيون لا علاقة لهم بالبلد الذي يقيمون فيها. يا أنس، سواء إيران أو أي دولة من دول الجوار، ما كان بإمكانها أن تفعل الأفاعيل في العراق لولا أن هناك نخبة عراقية تتواطأ معهم، زي ما الحاصل عندنا بالسلطة الفلسطينية. يعني أكيد. كل منطقة فيه نخبة متواطئة لا تحب هذا البلد ولا تنتمي إليه ولا تخدم شعبه. صدقت، نعم. وهناك إحنا عندنا مو بس طرف واحد، عدة أطراف، وعندك أنت أيضا التواطؤ الغربي، وعندك أنت أيضا التواطؤ العربي والفشل العربي. يعني إحنا دا نتكلم دائما، وحينما نتكلم عن العراق نتكلم أنه إيران كان عندها مشروع وفعلت بالعراق مشروعها أو بشكل من الأشكال. طيب الآخرين، السعودية ليش ما كان عندها مشروع؟ مصر ليش ما كان عندها مشروع؟ هاي الدول العربية الكبرى اللي يهمها ما الذي يحصل وراح يأثر عليها وعلى حدودها، لما لم يكن عندها مشروع؟ فالحقيقة هناك عوامل كثيرة هي تؤدي إلى الحالة التي فيها العراق. ولكن أنا مرة ثانية يعني قبل أنه نسمع من الأستاذ صباح، الوضع الحقيقة في العراق في غاية الخطورة، وإحنا الآن بصدد، وهذا الكلام لم نكن نقوله ولا نشجع على قوله، ولكن الواقع
يعني أنه إحنا في مرحلة تغيير ديموغرافي كبير، إخراج وإحلال قطاعات واسعة من الشعب العراقي، وبالأخص يعني هم العرب السنة تحديدا، والمناطق اللي هي كانت سنية بالمية الآن أصبحت يعني مناطق تحولت بشكل مصطنع، أنه والله في إرهابيين وفي كذا، تعال أدخلوا يا الحشد على مدينة لم يكن فيها شيعة قط سابقا، وكانت فيها عشائر معروفة وأسر معروفة، وكانت تحمي المراقد وتحمي الكذا. فالحقيقة الذي يجري في العراق أمر أنا باعتقادي يحتاج إلى متابعة ورصد والتنبه إلى مآلاته بعد ذلك. أنا في ظني أنه لكي نفهم الوضع في العراق، أولا يجب فهم أنه ليس هناك دولة اللي هي العراق، حاليا عبارة عن ميليشيات تتحكم في البلد وتتحكم على أساس طائفي، وهناك السيطرة الإيرانية التي تكاد تكون كاملة. الأمريكان تخلوا عن الدور بحيث الآن أن القواعد الأمريكية اللي موجودة في العراق، اللي وحدة في كردستان، الرئيسيات وحدة في كردستان وحدة في غرب العراق، الآن تتعرض إلى القصف المباشر من قبل الميليشيات، وأمريكا غير قادرة على الرد أو لا تريد الرد لأسباب مختلفة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الدولة كدولة يفترض أن فيها ثلاث سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية. السلطة التشريعية، كافة أعضاء السلطة التشريعية هم عبارة عن ناس مشترون مالياً، بغض النظر عن الطائفة وبغض النظر عن المذهب وبغض النظر عن الخلفية. النائب العراقي الآن يتقاضى مرتب يتجاوز مرتب السبيكر مال البرلمان البريطاني أو الكونغرس الأمريكي. لكل نائب اللي هو يمثل الشعب عنده 30 شخص أو مخصصات لـ30 شخص حماية للنائب من الاعتداء عليه. النواب بالنسبة لهم، وأنا عندي الإحصائيات مال التشريعات اللي طلعوها من صار الوضع لحد الآن، كافة التشريعات التي صدرت لا أهمية لها، وكافة التشريعات التي صدرت أو الغالبية لها علاقة بفائدة النواب. القوانين الرئيسية مثل المحكمة الاتحادية، مثل قانون الأحزاب، مثل قانون النفط، قانون الميزانية، هذه القوانين الرئيسية لم تشرع، والتي شرع منها كانت نتيجة المحاصصة. النواب يجلسون مع بعضهم علنا يتفقون ماذا يوافق من مقابل ماذا. في البرلمان العراقي قبل فترة وزير الدفاع استدعي للمسائلة، طبعا رفض لفترة طويلة، بعدين حضر للاجتماع في البرلمان الذي ينقل بالتلفزيون. حينما بدأ رئيس البرلمان يستجوب وزير الدفاع، وزير الدفاع قال عليك أن تتخلى عن المنصب، لأنه أنت قبل ساعة واحدة فقط كنت تفاوضني على الرشوة اللي تريد أعطيك إياها. قال له بالتلفزيون أمام الناس. هناك نائب اسمه مشعان الجبوري يطلع على التلفزيون أو طلع على التلفزيون، أقسم بالله العظيم أنه هو أخذ رشوة، وأقسم أنه هو مستفيد ماديا، وأقسم يمين أن كافة السياسيين العراقيين هم لصوص وسراق وغير مخلصين. هذا الوضع بموجب القانون العراقي، هناك قانون الادعاء العام. الادعاء العام جهة قضائية يفترض فيها عندما يصل إلى علمها أن هناك احتمال ارتكاب جريمة أن تقوم بالتحقيق مع شخص. الادعاء العام لم يتحرك في أي وحدة من هذه القضايا، هاي السلطة التشريعية. السلطة القضائية، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. في العراق 54 على ما أظن آخر مرة اللي حسبت 54 ميليشيا مؤسسة من إيران، ممولة من إيران، مسلحة من إيران، مدارة من قبل إيران. الآن العراق يدار من قبل الميليشيات. وحتى أنطي الصورة الحقيقية، قبل 4 أيام هناك شخص من قائد ميليشيا في الروباندي ولا في مكان ما اتهم بأنه هو اللي قصف القاعدة الأمريكية، سواء كان الأمريكان مسكوا ولا، المهم أنه الكاظمي رئيس الوزراء أوعز إلى سلطة أن تلقي القبض على هذا الرجل.
فجابوا هذا الرجل إلى المنطقة الخضراء اللي هي المنطقة التي تقيم فيها البرلمان والحكومة وكل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. بمجرد إلقاء القبض ومجرد جلبه إلى المنطقة الخضراء قامت الميليشيات بكل أسلحتها الثقيلة والخفيفة والآر بي جيز والرشاشات بتطويق المنطقة الخضراء وأغلقت أبوابها. قالوا للكاظمي يا إما تسلمنا هذا الرجل الآن يا إما إحنا نعرف شو نسوي، علما بأن الميليشيات هي تابعة للقائد العام للقوات المسلحة ومقراتها في المنطقة الخضراء. فالكاظمي في خلال نصف ساعة قالوا سنقوم بتسليمه إلى الميليشيات يسميه الحشد الشعبي لكي تجري محاكمته قضائيا. أنا عندي الفيديوهات اللي الحشد هذول الحشد الشعبي يطلع بالتلفزيون يقول على التليفون يقول إحنا نريد نعرف هذا الكاظمي نايم ولا صاحي. هو قال ما في سلاح منفلت، هذه الأسلحة مالتنا. قال أنه هو اللي يحكم، هذا ما يحكم هو. الوزراء كل الوزراء بدون استثناء يعيشون في عمان، عوائلهم جميعا خارج العراق. هناك عدد من الوزراء لا يزالون يتقاضون معونة اجتماعية من الدول الأوروبية في السويد وبالدنمارك وبلجيكا لحد اليوم. هذا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. السلطة القضائية حينما جاء برمر بالاحتلال قام بفصل في خلال أسبوعين أو ثلاثة تقريباً 50% من القضاة العراقيين باعتبار أنه هذول كلهم كانوا من جماعة صدام حسين وإلى آخره. في تلك الفترة كان التأخر في نظر القضايا أمام المحاكم في العراق تمتد إلى 5 سنوات، يعني هناك باكلوغ 5 سنوات. طرد نصف القضاة وبعدين راحوا جابوا إناس سيئين مفصولين وكل الناس صاروا شهداء لصدام حسين. هذا الوضع العام اللي دا أقول عليه. الآن الحكومة هذول الانتفاضة اللي صارت أسقطوا الوزارة الأولى مال عادل عبد المهدي. رادوا يشكلون وزارة ما قدروا يشكلون. الدستور يقول يكلف برئاسة الوزارة الكتلة المكلف مال الكتلة الأكبر في البرلمان. الكاظمي لا ينتمي إلى أي كتلة، صحيح، وليس هناك أصلا، هو ليس نائب في البرلمان، كلف برئاسة الوزارة على أساس مؤقتا حتى يجري انتخابات. الانتخابات تحتاج أن تكون هناك لجنة مستقلة للانتخابات. اللجنة المستقلة للانتخابات بالسنوات الماضية كلها اللي أجراها الأمريكان الانتخابات كانت اللجنة المستقلة مكونة من ممثلين الميليشيات. الآن ما يقدرون يسووا هذا. قالوا طيب إذا يجب أن يكون هناك قضاة، فكلفوا كل وحدة من الميليشيات أن ترشح قاضي من جماعتها لنفس النتيجة. وبالتالي هذه اللجنة المحكمة الاتحادية يجب أن توافق على النتائج من الانتخابات. كانت ما تقدر تشتغل لأن ما في كورم، لأنه قضاة واحد توفى واحد طلع ما أعرف إيش. صار لهم 4 سنين يردون يشكلون محكمة. بالنهاية اتفقوا الميليشيات البرلمانيين يجلسون في البرلمان لتعيين الوزراء والمدراء العامين مقابل فلوس. يعني تريد وزارة الإسكان ثمنها 10 ملايين، تريد مدير عام التخطيط كذا. هذا الوضع المزري. هناك تجاهل بالعالم كله، العرب والعجم والأمريكان والأوروبيين، كأن المسألة، وأنا متكلم مع الإنجليز والأمريكان، يقول لك يا أخي هاي انتخابات، هذه حكومة ديمقراطية، شو اللي بدكم أنتوا روحوا اشتكوا على هذا. المتظاهرين السلميين صار لحد الآن حسب تقرير الأمم المتحدة قتل في خلال السنتين الماضية 400 شاب. 400 شاب قتل، لم يلقى القبض على أي أحد. الجرحى يتجاوزون 1800 شاب ومعهم أطفال وإلى آخره. لكن المسألة أنه الآن المفروض أنه دا يسوون انتخابات في العراق. من الآن بدأت الميليشيات على كل المستويات. الانتخابات ستجري في ظل سلاح. الآن
الميليشيات تذهب إلى أي مكان بالموصل بالمناطق الأخرى حتى بالمناطق الكردية. الشخص اللي يريد يرشح يجب أن يدفع أن يتعهد أمام هذه الميليشيا بأنه إذا صار نائب أن يحقق لها ما تريد، واللي ما يقبل يهدد بالسلاح. يعني الميليشيات الآن بالصحف العراقية تطلع عناوين المرشحين وأسماء زوجاتهم وأطفالهم وعناوين بيوتهم على أساس أنه اللي ما يصير بالخط يعرف إيش اللي حيصير بيه. فأنت أولاً عندك هاي زي المافيا. والله يا أخي شوف أنا سويت مقارنة، أقسم بالله أن الوضع في أفغانستان أفضل والوضع في الصومال أفضل. لا يوجد الآن على وجه الكرة الأرضية وضع أسوأ مما موجود في العراق، لا في فلسطين ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا ولا في أي مكان آخر. المشكلة هي مو هنا، المشكلة أن هذا الوضع حينما تريد أن تجد حل تريد مخرج أي تغيير. الفساد في العراق، رئيس الجمهورية قبل 4 أيام أعلن بمؤتمر صحفي قال أنه من 2003 لحد الآن تم سرقة $1 تريليون بالعراق. تريليون دولار، 1000 مليون، هذا رئيس الجمهورية قال مو أنا. لذلك هو اقترح قانون أنه نسترجع الأموال من الفساد. طيب هو رئيس الجمهورية واحد من الفاسدين. فالمشكلة اللي عندنا في العراق أنه ليس هناك، يعني كل تغيير هناك متطلبات، المتطلبات غير موجود ولا شيء منها. يعني حتى تكافح الفساد أولا يراد لك عندك سلطة اللي هي نظيفة، يراد لك قوة اللي هي أيضا مستقلة، يراد لك قضاء مستقل، ويراد لك ناس نظيفين اللي يديروا. هذا ما موجود. لكي تدير البلد هو الكاظمي من أول يوم اللي جاء قال يجب أن ينتهي السلاح، انفلات السلاح. ما بيطلعش بإيده، يبدو ما بيطلع بإيده، ما يقدر بي. وبالتالي ذاك اليوم دا أتكلم مع واحد قلت له يا أخي، قال شيعة وسنة. قلت له شوف أقول لك، إذا تجيب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وتسلمهم العراق لن يستطيعوا إخراجه من السلطة. قلت له هذه من المأساة اللي بيه. قلت له هذه مثل إذا تجيب أعظم جراح بالقلب وتعطيه المعدات وكل وتجيب له المساعدين وتودي له سرير تحطه بالمزبلة وتقول له تعال اجري عملية جراحية للمريض. The requirements كلها غير موجودة. وليس ايش الحل يا استاذ؟ ايش يعني من المصير حاليا؟ لا يوجد حل. انا في تصوري الامل البسيط الوحيد اللي موجود انه تصير حرب داخليه بين الحراميه. يعني والله يا صحيح اؤكد لك ان ما يجري في العراق هو عباره عن اداره مافيا. المافيا كما رايناها بالافلام انه حتى الشخص ينضم للمافيا يجب أن يثبت أنه هو قادر على ارتكاب جرائم وحشية أكثر مما هم. وبالتالي لا يمكن اليوم في العراق، أنا أعرف ناس موظفين بالدولة تقول لي يا أخي أنا مدير عام، يجوني يقولوا لي أعطي عقد الفلان، أقول لهم يا أبا والله بيصير، يقول لي يهددوني بالسلاح، يقول أقول لهم طيب خلاص، يقول أريد أوقع، يقول لي لا لازم تأخذ حصتك. يقول يا أخي، أقول له ما أريد حصتي يعني. يقول لا أنت لازم تأخذ. يعني أمينين الحرامية؟ أمينين. هو شوف، يقال عن صدام حسين أنه كان ظالم. واحد قال أنه كان يوزع الظلم بالتساوي، بالعدل، كان عادل في ظلمه. بس أنا دكتور أعتقد بأنه الحال العراقية مع كل السوء تبعنا زي برضو الحال الفلسطينية قبل ما الهبة الأخيرة. لا يا أخي، ليس أقول مثلها تماماً، أقول بأنه أي حالة ننظر إليها بالتحليل العقلاني ربما نصل إلى النتيجة التي تفضلت فيها. يعني تحليلك العقلاني 100% أتفق معه بأنه لا يوجد حل الآن، ولكن التغيير في الدول مو انهيار الدول أو انهيار الاستبداد ليس دائماً يتم وفق حسابات عقلانية. يعني ما حصل مثلا في تونس كان مفاجئا للجميع، ما حصل بعد ذلك في مصر كان مفاجئا للجميع،
حتى الحراك اللي صار في العراق في قبل كورونا ايضا كان مفاجئا للجميع. يعني انت التغيير الاجتماعي صحيح انه صعب ومعقد وفي العادي ياخذ سنوات طويله، لكن احيانا تحدث احداث خارجه عن الحسابات المنطقيه او العقلانيه المباشره. انا اعتقد بانه الحراك اللي صار في العراق في سنت في قبل سنتين في عام 2019 الى حد كورونا ربما يتكرر، وحتى لو كان في ناس انا اعرف بالمناسبه ترى هو مستمر، يعني مستمر لن يتوقف بالزخم اللي كان موجود لا ممكن يوصل لشيء. شوف اصلا ما يميز هذا الحراك الان، شوف بالبدايه كان الحراك في المناطق مثل ما يسموها السنيه اللي كانت بغرب العراق وبالموصل والى اخره، هذه تم القضاء عليها تماما يعني لم توقف موضوع هذا، لكن دمرت المدن وهجر السكان، وبالتالي الموصل والرمادي والفلوجة وسامراء وتكريت هذه كل المناطق السنية بالإضافة إلى ديالة اللي هي المحافظة الرئيسية اللي تقع على الحدود مع إيران، هذه تم تطهيرها عرقيا. صحيح. المدن الأخرى هذه كلها كانت مال السنة واعتبروهم كلهم داعش والمسألة سهلة كلها، والمالكي المالكي رئيس الوزراء يقول هؤلاء أحفاد يزيد على جماعة الحسين أن ينتقمون منهم فانتقموا منهم. الآن المشكلة اللي موجودة عند الحكومة وعند إيران بالذات أن جنوب العراق اللي هو في الغالب شيعي هذا هو اللي منتفض وهو اللي دينطي الضحايا. الضحايا اللي يذهبون هم أبناء الحشد الشعبي اللي ذهبوا إلى المناطق السنية وقتلوهم بالموصل وبالرمادي وبالفلوجة. الآن المشكلة اللي عندهم لأول مرة في تاريخ العراق من قبل العهد الملكي لحد الآن تحرق القنصليات الإيرانية في المدن الشيعية في كربلاء وبالنجف وكلها. أنا شهدت أخي فراس العهد الملكي وشفت الانقلاب على الملكية للجمهورية، وشاهدت الانقلاب الأول والثاني والجمهورية الأولى والثانية وصدام حسين، وشاهدت جزء من الاحتلال الأمريكي. الاحتلال الأمريكي دمر العراق قسم ظهره، لكن الاحتلال الأمريكي لأن الأمريكان أغبياء ما يعرفون يسوون لم يستطيعوا تغيير العراق. تغيير العراق جرى من قبل إيران. إيران الآن تغير العراق كما لم يجري في تاريخ العراق تغيير يمكن من زمن المغول. إيران الآن هناك الحشد الشعبي الآن هو الدولة. الدولة لا تستطيع، من أقول لك رئيس الوزراء الآن قبل يومين قال له لا تسلم له وسلم، والآن أكو حديث أنه الكاظمي يعني لازم يستقيل لأنه عيب، يعني ما يقدر يسوي ولا شيء إطلاقا وما يقدر يسوي انتخابات، والانتخابات هناك اتجاه على المقاطعة مالتها، وبالتالي ليس هناك ما يبدو بالأفق أن هناك إمكانية تغيير. المؤسف أنه أنا حتى ويا الأمريكان تحدثت وياهم قلت لهم أنا أعرف أن السيطرة هي بيد إيران، لكن لو أرادت أمريكا أن تقوم بتغيير الوضع إلى حد ما، أولا كل العقوبات الأمريكية على إيران يجري التفتيتها من قبل مكانين دبي والعراق، كافة ما ممنوع عن إيران يؤخذ من هذول ويعطى إلى إيران، التصدير النفط الإيراني الذي غير مسموح إلا لبعض المكانات، العراق يبيع النفط ماله لحساب إيران ويستورد من إيران الغاز والمنتجات، وبالتالي الدخل الإيراني بالغالب هو من العراق. لكن بالوقت الحاضر الدولة غير موجودة، ما في شيء موجود،